تعال يا ابني يا دبس، عملت لك سندوتشات المربى والحلاوه اللي انت بتحبها. لا انا مش عايز اكل حاجه. تعال يا دي يا وري، عملت لك سندوتشات البفتيك اللي انت بتحبها. لا عايز العب في الرمله، مش عايز اكل بفتيك. تعال يا ودي يا استاذ، عامله لك جبنه اسطنبولي والخيار اللي انت بتحبهم. لا جبنه اسطنبولي ايه، انا عايز اكل من بفتيك بتاع برعي. بفتيك ايه؟ بفتيك خلص لسه، بس ما لقيتش بفتيك. شايفة يا ام صاصة، خلصت البفتيك دلوقتي واحنا مش حايمين ابنها من حاجة. جايبين له عوامة، وكمان اي كشك بنخش فيه بنجيب له اللي هو عايز. حالي حبيبتي دي شبع من بعد جوع. طب ايه بقى، احنا زهقنا عايزين نبلبط شوية في المية. خلينا ننزل يا ماما وننمو ونمي، خلينا ننزل البحر. اقدر شاطرة اوي في السباحة واخدة جوايز. يا بنتي انت وهي مفيش نزول المية. اي حبيبتي انت وهي مفيش نزول مية، واللي مش عاجبها تروح على البيت. انا عايزين ينزلوا المية، الشباب يتبصلهم. يبقى احنا مخنوقين في البيت وكمان في المصيف. انا مش عارفة ايه ده، هما اللي مكنوش ينزلوا قدام كانوا عملوا ايه. انا عن نفسي ممكن اقنع ماما وانزل البحر. ماما عارفة كده ان انا سباحة. هات المسدس بتاعي. لا سيبه. شوفي شوفي ابنك يا ام العيال، نازل ضربه وتلتيش في العيال. شوفي ابنك يا ام العيال ده، ومضرب بيه علامين ولا حاجه على وشه. اضربه علامين ليه يا حبيبتي؟ ده امين وقاعد في حاله. انت عملت حاجه يا دي ضبش؟ لا يا ماما ما ضربتش حد. اهو ما عملش حاجه، ده امين وابني ما بيكدبش. العب يا حبيبي. فريسكا فريسكا فريسكا، انا رايحه اجيب فريسكا، تعالوا معايا. لا لا انا ما بحبش الفريسكا، مش هقوم. تعالي بس يا غبيه هفهمك. يعني ايه يعني يا حبيبتي؟ هو احنا نكذب عليكي؟ انا شايفاه بعيني وهو بيضرب قدام العيال. دي ما عملتش ولا اتحركت ولا حد ضربت واد عرمين. اقوله كده بقى، عايزين نضرب الواد الكادو علشان داخل مدرسه لغات بالشيل في الان. هو الموج بيسحبني ولا ايه؟ يا غبيه موج ايه اللي يسحبك؟ احنا لسه على البر. ايه ده، احنا ماشيين بدورنا ليه؟ ايه الهبل ده؟ يا لهوي البنات دخلوا الغويط. خد يا بنت، بنت ما بتعرفش تعوم. مره فين دول؟ خد يا بنت. يا لهوي 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 لهوي. بس بنت توهي، قول لها ماما ان انا اول جمهوريه اسبح. يا حبيبتي ما تخافوش، ده بنتي واخده مدرستين دهب وواحده فضه، ده نقولي على الجمهوريه يا حبيبتي. طيب ماشي. انت تعرف ان انت لو قعدت كتير تحت الميه تتحول لسمكه؟ انت بجد؟ هيطلع لك زعانف. يلا بقى عشان نطلع ناخد اكسجين. ايه ده يا لهوي، البنت اختفت، هي راحت فين؟ يا لهوي بنت ما بتش، بنت ما بتش. ما تخافيش يا حبيبتي، في الحالات دي يا اما بيطلعوا على الشط يا اما بيعبوا على ظهرهم. ايه ده، اسكتي اسكتي، انت بتفولي على بنتي. يا لهوي انت عايزك تتخانقي بقى. ايه جت عليا؟ طيب يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الفيديو في الكومنتات، واستنوا مني فيديوهات اكتر الفتره الجايه ان شاء الله.